ثابت بن أسلم البناني وما أدراك ما ثابت، الذي يقول فيه بكر بن عبد الله المزني: من أراد أن ينظر إلى أعبد أهل الزمان فلينظر إلى ثابت بن أسلم. رجل حياته في الطاعة والعبادة والقرآن والصلاة، من حبه للصلاة كان يقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من خلقك الصلاة في قبره فأعطينيها يا رب العالمين. يريد أن يصلي حتى في قبره. نزل به الموت فجعل ابنه محمد بن ثابت يقول له: يا أبتي قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. ووالده يقرأ يحرك لسانه ما يدري بماذا يحرك: يا أبتي قل لا إله إلا الله. فلما أكثر عليه قال له: لا تشغلني يا بني، فإني في ورد السابع من القرآن، في ورد السابع من القرآن، ومات وهو يقرأ القرآن. ثبات عظيم والله، ثبات عظيم. في تلك الحالة ما أحوج العبد إلى أن يقول لا إله إلا الله، وهذا يذكر وهو في يقين عظيم، في راحة، يتلو القرآن كأنه في حياة عادية في كامل صحته، والموت ينزل به وملائكة الله عند رأسه وهو في غاية الاطمئنان.